خلاص البرية ظهر من قبال فاتوا المستقبلية التي هي جبال صهيون النقية وسر الحبال على فكر قلبي وفاق الضمير وليس عند ربي أمر عسير. دعيت صديق وموسى الكليم نطق في العتيق بأمر عظيم وقال بالحق إن الله يقيم إليكم نبيا كمثل نذير خلقكم بديا وإلي المسير. رأى في عوزك أخضر وفي مرتقي فترى في تحير وعجب شديد وجاء البعض فاصر ما هو عثير وقال إن هذا لمريم شهير وأجرز ونادى يوحنا البشير. زماني جميع وأنا في المديح ولم أستطيع بسر جميع لأم المسيح وكون المبشر بها والنذير كما تيسر قليل من كثير. طالبنا وجدنا بلوغ المراد
لينا وصيرنا لبر الرشاد، لأننا آمنا بكل اعتقاد وصرنا أهل طاعة ونحمل لينير يسوع باستطاعة وشعبا منير. ظهر منك ثالوث وسر عظيم، لاسوت ولاهوت وجوهر كريم، وصرت كتابوت العهد القديم الذي من خشب لا يسوي سلك كبير، المطلب الذهب المكسيب الحرير. عليتي وصرتي محلا للإله، وقد ارتفعتي لأنك سماء، وبالحق فوقتي جميع أصفياء، يوم الأخير ويعجز لساني